نكمل في الجزء ده بقى ان شاء الله الكلام الخاص بالخامات. الخامات بتاعتنا بسيطة وسهلة. الماتيريال اللي انا مش عارف نشيل، نروح اول حاجة نعمل نيو ماتيريال ونسمي الماتيريال دي جراوند. دبل كليك. قبل جراوند في حاجة عايز اظبطها دلوقتي. انا عملت الحركة بتاعت الكاميرا كأن واحد ماشي فوق المكان ده، حلو قوي، بس عايز اخلي الحركه مور انترستنج عن كده، احسن من كده. تعالوا لو رحنا للكاميرا، خلي بالك انا عايز اغير الفوكال لينكس. غالبا انا ما بشتغلش على الفوكال لينك 36، حتى في شغلي دايما بحاول اشتغل على وايد انجل بيديني نتيجه احسن. خلي بالك في فرق بين الوايد انجل او الفوكال لينث وبين الزوم. فانا عموما انا مش هتطرق الموضوع ده، بس اتكلمت فيه في كورس الميجا تريننج، واتكلمت فيه في الانترودكشن او الفوندمنتالز في السينما 4D. لكن هنا انا عايز اخلي الانجل مثلا وليكن 20. مش هينفع. ليه مش هينفع؟ لان الكاميرا دي مش كاميرا عاديه من بتاعه سينما، دي كاميرا معمول لها سكريبتنج او معمول لها يوزر داتا ومعمول لها تاج. فتقريبا او مش تقريبا، كل او معظم الحاجات اللي موجوده في الستاندرد كاميرا موجوده في التاج، بس تحت مسميات تانية في الفوكس، في موشن داينامكس، انيميشن، مش عارف ايه كل الكلام ده. لكن انا عايز اروح للفوكس، هخلي الفوكس بتاعي وليكن 20. كده انا واخد وايد انجل، الحركه هتبقى احلى واجمل من الاول، وهيبقى في دراما في المشهد. زي ما شايفين اقدر ان انا لفيت لفه حلوه جدا ومظبوطه جدا 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 حوالين اللوجو بتاعي، وخدته من مكان حلو قوي. ممكن ان انا اجي هنا عند 80 دي مثلا، عند 180، وكي فريم الفوكال لينكس، وهمشي كده تمام، وليكن هزوم عند 28 تمام. لو جينا عملنا كده بقى، خدت حركه جميله قوي. كده خلصنا من الكاميرا. تعالوا بقى نكمل الماتيريال. الماتيريال بتاع الجراوند عايزه حاجه بسيطه قوي. عايز اخد مننا كلر، افضل الجريدينت او الفرنل، وهخلي ده وليكن حاجه كده. انا كده كده عايزه من غامق لفاتح، وهخليه مالتي بلاي مع اللي فوق، وهروح للسبيكلر هزود ده واقلل السبيكلر شويه بحيث اخد سبيكلرز رفيعه حاجه بالمنظر ده كده. في الريفليكشن ممكن اعمل ريفليكشن كده، وممكن اروح لتكتشر، وهروح لفرنيلو عشان اخرج بره المتاهه دي، اقول له فيزيكال فرنيل، فيزيكال فرنيل حلو. بالمناسبه اللي ما عندوش 13، الناس اللي شغاله على اصدارات قبل 13، ولو اني ما اعتقدش ان في، بس لو في حد شغال على اصدارات قبل 13، في بلجن حلو قوي كان اسمه ريل فرنيل، بيعمل نفس الحركه بتاع الفيزيكال دي. هتلاقوه موجود في تيكتشر، هتلاقوه موجود في شيدرز، هتلاقوه موجود في الحته دي كده لو انتوا نزلتوه. يعني اسمه ريل فرنيل، خد نفس الكلمه دي كده تبقى بقى كلمه ريل. حلو. انا الاي او ار تمام، اللي هو اندكس اوفر ريفليكشن، معامل الانعكاس، وليكن 1.6. ممكن اقول له هنا تيتانيوم. طبعا كل البريسيتس دي بتتغير، لكن انا هخليها 1.6 ريفليكشن عالي قوي. انا عايز مش هقلل هنا، اسف، اقلل هنا، او ممكن اخليها مالتي بلاي مع اللون ده واقلل من هنا كده تمام. فكده انا استفدت بالاثنين. انا هجرب احط الخامة واشوف الريفليكشن بتاعها. ده دول الاتنين بتوعي، هحط ده هنا كده وكنترول دراج واسحب دي على هنا. خد شوية على ما عمل ابديت. تعالوا نعمل ريندر ونشوف كده الريفليكشن بتاعنا، لاني اعتقد انه عايز يتعدل جامد، لان 57 كتير.
هو عايز يتعدل، و اتش دي ار اي كمان عايز يتغير. يعني انا عايز اخلي الريفليكشن قليل، اجرب كده تاني. ماشي حلو قوي، لكن هروح للديفيوجن. دايما بحب اروح للديفيوجن، لان الديفيوز بيديني رياليتي للخامه وما بيخليش الريفليكشن يبوظ الخامه. هقول له افكت ريفليكشن، كمان في الحاله دي ريفليكشن ممكن اعليه وانا مطمن. ولو رحنا للديفيوجن قلت له فيرنل، ممكن اقول له برضه فيزيكال فيرنل، واقول له مثلا تيتانيوم، واخليه مثلا 2.8 من 10، تمام، بحيث تبقى الخامه ماسكه نفسها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. اعتقد ان احنا لو عملنا ريندر ومن زاويه وايد زي الزاويه دي هنشوف، لان ممكن نغير اتش دي اي، غالبا هغيرها لان فيها مساحه كبيره قوي بيضاء، فهنشوف لو هتخدمنا تمام، لو مش هتخدمنا هنغيرها مفيش فيها مشاكل. بدايتها حلوة، لكن انا يهمني الحتت اللي قدام الكاميرا، والوضع زي ما شفنا الديفيوجن عمل معايا شغل حلو جدا. افلي الخامة بمعنى اصح، انت بتحتفظ، الديفيوجن بيخليك تحتفظ بلون او الريل كولر بتاع الخامة بغض النظر عن الحاجات اللي مأثرة عليها من بره. انا اعتقد انه ظريف، ولو غيرنا الاتش دي ار اي هيبقى احسن، هيبقى احسن من كده بكتير. يعني الحاجات الحمراء دي مش عجباني. ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن نغير اتش دي ار اي وممكن نعمل فيها لعبه، بس انا عايز اغيرها عشان ما اضيعش وقتكم. هروح لويندو، من ويندو هاخد كونتنت براوزر، ونشوف لنا خامه كده تكون كويسه او لي. انا عايز خامه ما فيهاش حتت كتيره او مساحات كتيره فاضيه، عايز حاجه ما فيهاش مساحات كتيره فاضيه. ممكن زي دي، وممكن زي دي. هناخد دي نحطها عندنا هنا، وهعمل حاجه. اولا دي عشان اشوفها بالجي اي كويس، عايز اعمل فيها تركيه بسيطه. هروح للومينانس وهرفع البلر. لو رفعت البلر 50، لو رفعت البلر يبقى انا كده جايب مناطق فاتحه كتير، انا كده جايب مناطق فاتحه كتير بالشكل ده. هلاقي الاضاءه عندي هنا فتحت، طبعا على حسب ما انت عايز. انا ممكن اخليه 10 في 10، بس ازود الاضاءات بتاعتي مش اكتر من كده. ده بالنسبه لدي. بالنسبه لدي انت عايز منها ريفليكشن، صح؟ ممكن اقول له علي الاكسبوجر حاجه بسيطه، هي اصلا اكسبوزد، فهعلى بالاكسبوجر حاجه بسيطه بس. وكل ما في الموضوع ان انا هحط عليها فلتر، من فلتر دي ساتوريت، مش عايز فيها اي ساتوريشن، وعايز اعلي الكونترست. الحتت دي هتديني ريفليكشنز كويسه قوي هنا، بمعنى تاني ريفليكشنز حاده، تمام. فانا عايز اشيل دي، فانا عايز دي تتحط هنا. وتعالوا كده نعمل رندر ونشوف ايه الاختلاف، لان نظام الاضاءه ده حلو قوي. انت شغال بالجي اي في سكاي لوحدها، بتحكم في الجي اي زي ما انا عايز، وشغال في الريفليكشن بسكاي لوحدها، بتحكم في الريفليكشن زي ما انت عايز. ممكن لو في باك جراوند كمان يبقى انت تحط كمان سكاي وتحط عليها الصوره اللي انت عايزها تبقى باك جراوند. واضح ان الريندر هيطول او مش هيطول، وكده كويس. انا بيتهيألي ان كده ريفليكشن حلو قوي، كده ريفليكشن جميل جدا. ممكن لو احنا عايزين نزوده ريفليكشن كويس قوي اهو. لو احنا عايزين نزوده عن كده، ممكن بقى ان احنا نعمل ايه. على فكره البتاع اللي جاي ده، البتاع اللي جاي ده من الكالر،
من الكالر، فواضح ان الكالر انا هحط فيه ممكن يبقى بيتماب، هحط صورة. طبعا كل دي انفايرومنتس، انا هحط صورة وليكن مثلا حاجة من الفابريكس، يعني كده كده عايز خامة تكون مجرد بس مدية كالر مش اكتر. ممكن اخد الفابريك دي، او ممكن اخد هي دي بتاعت سبيكر، تعال ناخد دي كده تمام، اهي تدي صورة وفي نفس الوقت تضيع شوية او تكسر شوية اللون. وهاخد واحدة للسبيكيولر تمام، وهخليها اد بحيث انها تبقى اد للون ده تمام. اولا دي الخامة دي هتبقى زي خامة المعدن، فهروح لإلومينيشن وفي الموديل هقول له اورينير عشان يتعامل مع الاسبكتر بشكل مختلف. لو رفعنا الديفيوز انا بكده بغلب لون الخامه على السبيكولر روفنس عشان يعمل شويه عشوائيه او راندومايزيشنز تمام. نيجي كده برضو عشان نشوف، وعلى فكره هنغير البروجكشن بتاع الخامه. طب انا عرفت منين؟ شيل دول تمام، البروجكشن كده كده انا متاكد انه مش نازل مظبوط، يعني حتى مع ان انا مش شايفه بس انا متاكد ان هو مش نازل مظبوط. فكده ولا كده احتياطي انا هروح للاثنين دول الماتريالين دول واخلي البروجكشن كيوبيك. واضح انه ما كانش فعلا نازل مظبوط، هخلي كيوبيك وفي ستريتش هنا، هخلي التايلز وليكن باتنين في اتنين تمام، اعتقد ممكن يبقى ازيد كمان 5 في 5، وهعمل تيرن اون لسيملس. وتعالوا كده نعمل ريندر ونشوف الدنيا ظروفها ايه. اعذروني انا هخرج شويه عن او مش هتأيد شويه بالدرس الاصلي او الدرس الالماني، عايزين نضيف او عايز اضيف حاجات من عندي. نشوف كده الدنيا ظروفها هتبقى عامله ازاي. متهيألي كده اتغيرت 360 درجة وبقت الخامة جميلة قوي وكويسة قوي. طبعا انا قافل قافل اللايتس ومعتمد بس على الجي اي، ده دليل ان الجي اي هنا ممكن نشغله ونخليه يدي انتنستي اكتر من كده. لكن انا هشغل اللايتس، في لايت انا فاكر ان انا سايبه ب 100%، كبره شويه كده، خليه ياخد لحد اللوجو وياخد لغايه هنا. تعالوا كده نعمل ريندر ونشوف بعد ما نورنا اللايتس احتمال نحتاج نهدي اللايتس. انا عايز اعتمد في السين دي على الخامات اللي هعملها كمان شويه اللي هي بتاعت الالومينيشن، اللي هي الخامات المنوره اللي هتبقى بتاعت الكور وبتاعت اللافا اللي موجوده تحت. متهيألي كده الإضاءة مفيش بعد كده ريفليكشن جميل وكويس جدا. نفس الخامة اللي أنا حاططها هنا دي هحطها على الأتوم الري تمام بالشكل ده كده، ونفس الموضوع كيوبيك 3 ب 3 برضو سيملس تمام. ممكن نحطها حتى على اللاندسكيب هتبقى أحسن. أوبا مش على اللاندسكيب، هحطها على الأتوم الري أحسن. ده بالنسبه للجراوند. بعد كده هنشتغل على دبل كليك وهنسمي دي اللايتس دبل كليك، ومش عاي او خلينا في الكالر بس، الكالر هحط فيه فرنيل، والفرنيل ده هديله لون وليكن عايز اطلع بره اللون برتقاني شويه
انا بحب لون، بحب لون الاورنج جدا، لكن هخونه النهارده واقول له فيزيكال. اوبا فيزيكال هيديني حاجه بالشكل ده، لكن مش مشكله لو احنا رحنا هنا مثلا كده وخلينا ده لون فاتح حبتين وقلنا ده مالتي بلاي. هاخد شويه اللي انا قصدي، لا هسيبك من فيزيكال خالص تمام، وخلي ده نورمال عادي جدا، ودي هنفتح اللون بتاعها شويه كده تبقى المنظر ده. نفس الخامه دي كوبي او كوبي، وناخدها في بالمنظر ده كده. ممكن ان انا اجي من هنا واعلي البرايتنس، بس البرايتنس هتبقى بتاعت دي، فعشان نحافظ على نفس درجه اللون خلي دي حاجه غامقه، وقول لي ده اد مع دي، وتعالى نرفع دي نخليها مثلا 200. شايف انا رفعت حافظت على الكلر لان ده غامق وده اد معاه. لو قلت له 300 هبدا يعني اشوف سنه اللوز في الكلر، فهنزل ده لتحت ارجع الكلر. اعتبر ده مقياس لده. حلو قوي. لو شلنا دي ركناها في جنب ورحنا للكلونر وحطيتها على البلاتونيك تمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، ما تيجي نعمل ريندر. نعمل ريندر لان انا عايز في الالومينيشن، عايز اجي عند السترينجز دي، هخليها برضو اورينير واقول له جنريت اريا لايتس بحيث ينور في مساحه حواليك كانه اريا لايت. ريندر وارجع لكم بعد الريندر. ادي شكل الريندر بتاعنا بعد ما خلصنا الخامه بتاعت الكور. اختها هتبقى الخامه بتاعت اللافا اللي تحت. هنسحب بس دي جنب دي دبل كليك، وهروح عند كلر وهغير الكلر ده، هخليه نفس الدرجه، وهروح لفئه مش عارف هخليه ده ملوش لازمه اساسا. هاخد ده كده ونفس الدرجه دي، وده نفس الدرجه بالظبط تمام، بس هاخده كده ونفس الخامه كوبي بيست. هاخد دي الدرجة دي بحيث اجيبها للون البرتقاني اللي احنا شايفينه الظريف ده. دي ممكن اخليها 400 مش هتخسرني حاجة، واروح للخامة اللي في النص بتاعت السنتر، اعتقد هي اللي في النص دي. مش هي لا مش هي. مين 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 هو ده اللي في النص؟ هاخد ده احطها له تمام، و طب لو قلت اوبشن ليفل اوف ديتيلز لو اسف ده معلش هاي. ارجع تاني وان بلاي شوف الدنيا بتاعتنا ظروفها ايه تمام. تعالوا كده نعمل ريندر هنا ونشوف. زي ما احنا شايفين الرندر جميل جدا 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 بالكلر كوركشن هيتغير. بس في حاجه انا ملاحظها، الانتي الياس هنا طبعا مش مظبوط. هروح للرندر سيتنجز. بالمناسبه الرندر سيتنجز انا رحت في جلوبال الومنيشن واخترت بريسيت اللي هي سمول الومنيشن. ممكن اقول له هاي سمول الومنيشنز، يعني تدي
شغل احسن واسرع لانه شغال على اللايت مابنج مش شغال على ريديوستي مابس. هرجع للرندر سيتنجز تاني واروح للانتي الياس. المفترض طالما عندي ريفليكشن بالمنظر ده المفروض ان انا اخليها 2 باي 2 في 4 باي 4 او 8 في 8، لكن انا هخليها 1 في 1 ل 2 في 2 وهعتمد على البلر الى حد ما وعلى الموشن بلر اللي هيتحط في الافتر فهيداري كل الكلام ده. اقول له كليب نيجاتيف وهقول له كونسيدر مالتي باسس عشان المالتي باسس تطلع كويسه ومظبوطه. نعمل كده رندر تاني ونشوف الفرق وارجع لكم بعد الرندر. ادي الرندر بتاعنا طبعا لغايه دلوقتي دي ما خدتش اي خامه. على فكره الرندر في البيكتشر فيور هيبقى اتقل كتير قوي من هنا. عموما مش عايز بس نسبه الاحداث، تعالوا بس نكمل وناخد الدنيا بتاعتنا. السنتر ده مش شغال صحيح، تمام. شوف الدنيا دي كده تمام. البتاع اللي طلع ده انا عايز اديله خامه نفس الخامه الزرقاء دي، تمام. اديله نفس الخامه الزرقاء بحيث تديني الومينيشن شكله كويس، بس مش منطقي. خليها البرتقاني لان ده برتقاني المفروض يطلع البرتقاني ده. وتعالوا كده نعمل ريندر من الزاويه دي ونشوف الظروف شكلها عامل ازاي، وفي البيكتشر فيور عشان اوريك كمان الكالر كوركشن. ادي نتيجه بتاعه الريندر. تعالوا بقى روحنا الفلتر ونشطنا انيبل الفلتر. انا ظبطت كونتراست باثنين وظبطت الكيرفز شويه، طبعا ده بيزك للكالر كوركشن بس لمجرد ان احنا نشوف هيبقى ظروفه ايه وهيبقى عامل ازاي. انا هقلل اكسبوجر حبه يبقى بالشكل ده كده. طب كده حلو قوي، نقفل وكده نبدا نشوف او نتكلم في الخامه بتاعه اللوجو، تمام. انا عايز حتى اخد الحته دي ليه؟ لان انا عندي هنا خامه قريبه قوي، عايز اشوف هل في سيم، هل الخامه مظبوطه، تمام. خصوصا على الاتوم اري لان انا جازفت بصراحه، حطيتها على الاتوم اري وما اعرفش التايلنج ظروفه ايه. انا متهيألي التايلنج فيه مشكله لو جينا عملنا هنا رندر، مش عارف هيبان مع ريفليكشن ولا مش هيبان، لكن هنشوف. في عندي سيم هنا، حاسس ان في خط او قطع هنا، هو فعلا في خط اهو اهو، بس انا تاني مش هيبان، مش هيبقى بالنسبه لنا احنا مش هيبقى معضله يعني، تمام كده كويس. تعالوا بقى ناخد الخامه او نشوف الخامه بتاعت جي اف اكس اللي اعتقد ان احنا اختصارا للوقت هنديها نفس الخامه دي، تمام. بس ممكن اولا انا اخليها كيوبيك عشان اضمن انها توزع بشكل احسن، وهاخد منها دبل كيت وهسمي دي جي اف اكس، دبل كليك وهخلي الخامه دي راحه للون الاحمر شويه، واخد دي احطها هنا كده يعني كمجرد مجرد اختلاف بس في الخامه مش اكتر. هشوفها من الجنب ده او من الشكل ده، تمام. نعمل رندر بس انا هخليها بدل ما انا في جلوبال الومنيشن هنا هخليها بدل ما هي هاي ممكن اقول له ديفيوز، بلاش ديفيوز، ممكن اقول له خليها بريفيو سمول illuminations ونعمل رندر. طبعا في فرق كبير بين حسابات اللايت هنا وبين حساباتها في الهاي. في الهاي بيسجل 10,000 لايت باونس، هنا بيسجل 5,000 تقريبا او 1000 مش فاكر كام بالظبط لايت باونس، لكن مقضيه معانا وشغاله معانا بشكل كويس. اعتقد تمام. والاحسن بقى لو احنا رحنا للريفليكشن وحطينا ريفليكشن ل الخامه نفسها، وممكن في الريفليكشن نحط فرنيل تاني. حلو قوي، من جوه الفرنيل اديله فيزيكال ونخليه تيتانيوم
واتنين وستة من عشرة، يبقى كده الخامة بقت بنت حلال. وتعالى نعمل رندر. انا اتهيألي الخامة كده احلى بكتير قوي 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 من الاول. عايز تدي نفس الخامة دي لدول، مفيش اي مشكلة. وانا في فكرة جاتني حالا، هدبلكيت الخامة دي بتاعت اللايتس وهسمي دي بارز. دبل كليك على البارز وهروح للريفليكشن نفس الموضوع، وهحط فرنل وهخش الفرنل واخلي فيزيكال واتنين وستة من عشرة، تمام. والفرنل ده هروح لإلومينيشن وازودها شوية، خليها 1200 عشان تدي إلومينيت أعلى وتدي إشعاع أعلى، وده هخليه 600. والخامة دي هاخدها على الأتوم أري. الخامة دي هاخدها على الأتوم أري ونعمل ريندر كده ونشوف بقى الدنيا ظروفها هتبقى عاملة ازاي. بيتهيألي الأول كانت أحسن، بيتهيألي الأول كانت أحسن، لكن هروح ل هشيل إلومينيشن وخلي كلر زي ما هي، وخلي كلر أسود وأعمل دي مالتي بلاي. وفي السبيكيولر هعلي السبيكيولر قوي واقلله، عايز بس خطوط رفيعه قوي في السبيكيولر. الومينيشن اورناير تمام، دي ولا ليها اي لازم بقى، ترجع 100 تاني. مش عندي حاجه تانية اشتغل عليها هنا. السبيكيولر مظبوط، اللهم الا لو عايزه يلمع بلون معين، لكن انا اعتقد كده تمام. نعمل ريندر لان كده رفعت ريفليكشن على اخره، المفروض دي هتدي لون مختلف. انا عايز بس ادي اي فاريشن في الحته اللي هنا دي، شوف كده الدنيا هتبقى ظروفها ايه. شغاله كويس والله، البريسيت بتاعت البريفيو مدياني نتيجه مقبوله لحد ما، واعتقد ان كده الخامه بتاعت البارز بقت احلى بكتير بالسبيكلر اللي احنا عملناه ده. في بقى حاجه حلوه قوي عايز اعملها، عايز اروح للكلونر ده. الكلونر ده المفروض ان هو محطوط على اللاندسكيب. انا هدبلكيت الكلونر ده وهجيب لايت، واللايت ده هحطه جوه الكلونر وشيل البلاتونيك، تمام. اصبح كده الكلونر ده من يعني كل واحده من دول المفروض ان هي منوره باللايت ده. تعالوا بقى نخليها تنور ازاي ازاي ازاي. انا مش عارف انا حطيت انه لايت، اللايت ده انا حطيته جوه كلونر، انا مش عايزه جوه كلونر. انا هقفل الكلونر ده واقفل الكلونر ده وهطلع بره الكاميرا مؤقتا. فين الكاميرا؟ عايز سيلكت البلاتونيك واضغط حرف الاو عشان ابقى مركز عليها قوي، واخد اللايت ده احطه جوه. ده انا مش عايزه اللايت ده، كل ما في الموضوع ان انا هقول له ريسيت بي اس ار، انا مش عامل الانترفيس بتاعي. طيب هاجي هنا واقول له هو كده كده، هما كده كده الاثنين في الزيرو. هاخد اللايت ده واروح ل ديتيلز، ومن ديتيلز اقول له انفرس سكوير فيزيكالي اكيرت. طبعا كده هو منور حواليه حته كبيره قوي، انا كل الفكره بس ان انا عايزه ينور حته صغيره اللي هو يا دوب عند البلاتونيك. لو شغلت الكلونر ورجعت للكاميرا هلاقي اللايت بالمنظر ده. انا كده
بدل ما انا اقعد اظبط في الجي اي ان هو يديني ان هو يديني اللايت الجامد قوي اللي يبقى تحت كل كوره من دول وهاخد وقت، لا انا احسن حاجه اعملها لايت عادي على طول. كل ما في الموضوع بقى ان انا هروح للجنرال وهاخد هاخد سامبل بس من نفس الكالر واخليه بالشكل ده كده. انا بس عايز اجرب اعمل ريندر ريجون، هاخد ريندر صغير هنا كده واشوف هل هي زي ما انا عايز ولا هضطر ان انا اغير. هنشوف اللايت مابنج مطول. طيب انا هوقفه وهغير من دي اخليها كيو ام سي، بس انا عايز اشوف الكيو ام سي يديها لي فين، في انتريو بريفيو، لا في بريفيو سمول illuminations، بس انا هقول له كيو ام سي. تعالوا كده نشوف، يا رب ترندر اسرع. شوف كده هل اللايت بقى اللي احنا حطيناه ده هيديني اللي انا عايزه ولا لا. هلاقيها ما ادتليش اللي انا متوقعه. طيب تعال نروح لللايت، نروح ل ديتيلز وهوسع الديكي ده شويه، وممكن ان انا ارفع اللايت اسف ارفعه سنه فوق او اخده سنه تحت سنه بسيطه مش هتضر. تمام ونجرب، وبالمره خلي الكونتراست بتاعه ولتكن 80 وتعالوا كده نجرب هيديني اللي انا عايزه حتى لو على واحده بس كده، شوف هيديني اللي انا عايزه ولا لا. هو في اللايت مابنج مديهولي لكن في الرندر مش عارف، بس هنشوف برضو يعني بدا. طيب تعال نروح بقى للديكي ده واقول له مثلا 140 كتير 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 كتير، قول له مثلا 70 ولا حاجه. تعالوا كده نجرب ونشوف ظروفنا هتبقى ايه وارجع لكم بعد. يعني انا شايف ان هي كده حلوه قوي، ولو يعني قلقان من الموضوع ده او قلقان من انتشار اللايت كده بالكالر كوركشن، كل الكلام ده بكيرفز هيتظبط، بس ممكن نظبطه احسن من كده شويه. لو خلينا الديكي ريديوس بدل ما هو 70 ممكن نخليه 50. الهدف بس فيه نقطة، أولا اللي أنا شايفه، أنا ملاحظ إن لو جينا عند الكلونر، بلاش الكلونر، تعالوا نروح عند السنتر ده عشان نلف حواليه مظبوط، هلاقي إن اللايتس جاية على اللوجو، هما كتير فعلا. طب أنا لو رحت للكلونر وقلت له ريندر انستنسز، يعني يمكن الدنيا مش يمكن هي هتخف قوي. تمام هتخف قوي، لكن اللايت مش مديني اللي انا عايزه. الحل بقى، الحل انا ممكن اخلي دي مثلا ولتكن 30 كده، بعد عن الكلمه بتاعتي، في نفس الوقت اروح لجنرال واقول له يبقى اللايت ب 350. ده حل. هرجع كده واعمل ريندر واشوف، او بلاش رندر لكله، خلونا عشان نقدر ننتهي بقى بسرعه. تعالوا نعمل رندر على اول بس اتنين عندي هنا ونشوف الدنيا ظروفها ايه، هل تمام ولا مش تمام. زي ما احنا شايفين طبعا ما اداش الافكت اللي انا عايزه. ممكن ان انا ارجع بقى للديتيلز واخلي ده وليكن 60 زي ما اتفقنا، لكن هروح للجنرال وهقول له ديفيوز لا. اذا اللايت ده انا مستخدمه بس عشان يعمل لي سبيكلرز، مش عايز منه ديفيوز، مش عايزه ينور. ده حل تاني.
تمام، ما ادانيش برضو اللي انا عايزه. نجرب تاني. ادي نتيجة الرندر بتاعنا. زي ما قلت لك ما تقلقش موضوع الكلر، لو رحنا الفلتر وعملنا انيبل فلتر زي ما هناخد شكل احسن بكتير قوي. تمام. عاوز ارجع تاني معلش. طبعا انا كنت شايل الديفيوز عشان ما ينورش اي حاجة، لكن عاوز اروح للجي اف اكس، اروح للريفليكشن واخف الريفليكتيفيتي بتاعها شوية. الاليومينيشن بتاعها برضو نفس الموضوع، هخليه 200 بدل ما هو 400 لانه كان تقيل قوي. ده هخليه مثلا وليكن 400 او 200. واللايتس اللي هي دي، اللايتس اللي هي مش اللايتس دي بقى، اللافا المفروض ان اسمها لافا. تمام 400 ماشي. كلر ممكن اقول له مش عايز كلر، اعتمد على اللومينانس بس. اديتور الومينيشن 600، نخليها 800 على اعتبار انها تنور، تاخد تنور حواليها. اللايتس دي ما هشيل برضو الكلر، وهخلي دي 400 هعتمد على اللون بس. الومينيشن ممكن اخليها برضو 800. يعني نحاول نعمل شوية سيت اب في السين بتاعتنا. اخر يعني تقدر تقول ان احنا بنعمل الفينش. لو رحنا لللايت ورحنا للديتيلز، ممكن اخلي دي ولتكن 80، اكبر الهايلايتس بتاعه حبه، واخد رندر هنا سريع قوي. طبعا كده كده انا عامله ما ياثرش على، او شايل الديفيوز عشان ما ياثرش ما ينورش. بالتالي كده في فول اوف، في فول اوف شكله حلو مع الكلر كوركشن اكيد هيفرق قوي. كده احنا خلصنا من السين بتاعتنا تقريبا. ادي شكلها. في بس حاجة عايز اروح لفلتر واقول له لايتس عشان اعرف بس. هو مش هيعمل لي لايتس. لايتس جنريتورز، لا خلي الجنريتورز. انا عايز اشيل، عايز اشيل اللايت ده. لو رحنا للباشا ده مش عارف منين، عموما مش مشكله. بس نكمل نشوف السيت اب بتاعنا. ناخد، ناخدها بسرعه كده ونشوف اخر حاجه، خصوصا ان انا عندي لايت هنا. نرندر المشهد ده وارجع له كده. كده الرندر بتاعنا واضح ان هو كويس، لكن جي اف اكس مش كويسه. تعالوا كده بسرعه نروح على المونتكست دي عشان ما نقعدش نظبط فيها. هروح للبروجكت وهقول له اكسكلود. اذا هو كده مش هيبص على، او اللايتس دي مش هتبص على جي اف اكس، فبالتالي مش هتنور الكلمه نفسها، اعتقد الخامه هترجع شكلها احسن. شوف كده هنا بسرعه هظبط الاعدادات بتاعتي ل اكستيريور بريفيو. تمام ما زالت شويه، اعتقد الريفليكشن هو اللي عامل فيها مشكله. تمام الومينيشن، شوف الومينيشن بتاعها تكون 100 والريفليكشن يبقى قليل قوي، وخلي ده مالتي بلاي بس تبقى ريفليكشن صغير. لو رجعنا كده بحيث نشوف حاجه واللايت قدامنا ونشوف كمان سرعه الرندر، حلو قوي قوي قوي. رندر اسرع وادتني النتيجه زي ما احنا شايفين ظريفه قوي. لو قعدنا نعمل تويكينج هنفضل نشتغل للصبح. يعني لو قعدنا نظبط في الدنيا ممكن حتى
اعلي ده اخليه مثلا 200 تمام، واغير اللون بتاعه الاغمق سنه. لو عملنا رندر تاني كده زي ما احنا شايفين بقت احسن واحسن وهكذا. فانا هسيبك انت تعمل اللي انت عايزه، لكن انا في حاجه عايز اعملها اهم من ده كله. عاوز اروح للسنتر اللي موجود في النص، وبرده نفس الحكايه لان اللايت مأثر عليه. هروح لبروجكت وهروح لسنتر واقول له برده اكسكلود. كده اصبح اللايت ما بينورش الا بس الحتت اللي انا قايل له عليها. عايز اعمل برده حاجه كده بسرعه، بس اعتقد انها هتاخد مننا وقت، لكن انا هفضل على الوضع ده. بدايه احنا كده خلصنا. كل بقى اللي انا عايز اعمله دلوقتي ان انا عايز اظبط الريندر سيتنجز عشان ابدا اطلع للافتر افكتس، وده هنتكلم عليه في الجزء اللي جاي.